وإلى زاويتنا الطبية أحبائنا الأكارم، وفي هذه الزاوية نسلط الضوء على مرض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم منه، مرض السرطان الذي خصص لأجله عالميا أسبوع كامل للتحذير منه وللتشديد على ضرورة الكشف والفحص المبكر عنه لما له من إمكانية في العلاج، لا سيما إذا تم ذلك بصورة مسبقة وبمراجعة دورية. اسمحوا لنا أن نسلط الضوء على هذا النمط من المرض الذي يصنف عالميا بأنه ثاني أخطر الأمراض وأوسعها انتشارا. نرحب هنا بأستاذ مختص في جانب الطب الداخلي، أستاذ في مستشفى أوراسيا، يرحبنا يعني يشرفنا أيضا بالحضور هنا، ونرحب به بكل سعادة الدكتور محمود إلهان. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، أشكركم جدا، سعيد بتواجدي بينكم وأسجب التحية لكل مشاهدينا الكرام. شكرا لك وشكرا لحضورك أيضا دكتورنا الحبيب، ولكن اسمح لنا بداية أن نطلع مشاهدينا الأكارم على هذه القراءة وأسبوع مكافحة السرطان والتعريف به والتحذير من مخاطره في قراءة مبدئية، نعود بعدها لحوار ضيفنا الكريم. من منا لم يسمع عنه يعرفه الصغير قبل الكبير، الصحيح قبل العليل، إنه مرض السرطان. هذه المشكلة الصحية والاجتماعية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد أمراض القلب والأوعية في سلسلة الأسباب المؤدية إلى الموت في العالم، ما يجعل الوقاية منه ضرورة حتمية. في تركيا يشخص سنوياً حوالي 175 ألف حالة سرطان، وثلثا الأعراض السرطانية تقريباً تظهر عند الرجال، وهناك اختلافات مهمة في نسبة ظهور السرطان بين المناطق، ومع ذلك يمكن ربط جزء كبير من حالات السرطان في تركيا بالتدخين والسمنة المفرطة. تتسبب سوء التغذية وقلة الحركة واستهلاك التبغ والكحول والتعرض لأشعة الشمس الضارة للإصابة بالسرطان بنسبة 90 إلى 95%، لذلك وجب الانتباه إلى نوعية الأطعمة التي يتم تناولها والحفاظ على التمارين الرياضية بشكل دوري إلى جانب إجراء الفحص الدوري، إذ أن التشخيص المبكر للمرض يساعد في عملية العلاج. يعد السرطان من أسباب الوفاة الرئيسة في جميع أنحاء العالم، إذ تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا المرض سيودي بحياة 84 مليون نسمة في الفترة ما بين سنتي 2005 و2015 إذا لم تتخذ أي إجراءات للحيلولة دون ذلك. ومع تطور التقدم الطبي غدا بالإمكان علاج السرطان بطرق عدة عن طريق الجراحة، العلاج الكيميائي، العلاج الإشعاعي أو العلاج المناعي وغيرها من الطرق. اختيار العلاج يعتمد على مكان ودرجة الورم ومرحلة المرض فضلاً عن الحالة العامة للمريض. في الرابع من شباط فبراير من كل عام تنضم منظمة الصحة العالمية إلى الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، وهو الجهة الراعية للاحتفالات بهذا اليوم من أجل التوعية بمسببات هذا المرض وسبل الوقاية منها إلى جانب تحسين ظروف عيش المصابين به. ونجدد الترحيب هنا بضيفنا الكريم الدكتور محمود إلهان، طبيب والمختص بالطب الباطني في مستشفى أوراسيا. أهلا وسهلا بك معنا دكتورنا الحبيب. عندما نتحدث عن مرض السرطان، الدراسات والإحصائيات تشير إلى أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد أمراض القلب والأوعية في سلسلة الأسباب المؤدية إلى الوفاة. إذن نحن نتحدث عن حجم خطر كبير جدا على صحة البشرية وعلى صحة الإنسان الفرد والمجموعة أيضا. نعم بلا شك، كما ذكرتم دكتور نزار، أن أمراض القلب والأوعية هي في المرتبة الأولى، ولكن السرطان في المرتبة الثانية في أسباب الوفاة. واسمه، مجرد اسمه السرطان، أمر مخيف جدا، وبالتالي هو مرض مخيف ومهم. ورغم أن في الفترات الأخيرة مع تطور النظام الصحي زياد متعدل عمر الإنسان، ما زال حتى الآن مرضا مخيفا ومهما، وبالتالي يقلق المواطن، ونحن مهمتنا هنا أن نوضح لهم. هنا يعني حضرة الدكتور، عندما نتحدث عن تركيا مثلا ونضرب بها كمثال، سنويا عندما نتحدث عن 175 ألف إنسان يتم تشخيص المرض لديهم، نحن نتحدث عن رقم كبير، عن رقم خيالي عمليا، وعن مرض بحاجة إلى دراسة لأسبابه ومسبباته أيضا.
Şöyle yani dünyada الحقيقة على مستوى العالم مثلا إذا نظرنا الإحصاءات في على مستوى العالم سوف نرى أن مثلا إحصاءات عام 2008 نتكلم عن 12.7 مليون إنسان حصلوا على تشخيص السرطانات المختلفة مثلا إذا قارنا ذلك مع تركيا سوف نرى الرقم في تركيا الذي ذكرتمه دكتور نزار 175 ألف إذا قارناه ووضعنا نسبة على عدد السكان لن يكون رقما كبيرا على مستوى العالم ولكن إحصاءات السرطان هنا في تركيا في السنوات الأخيرة نرى أنها تراجعت مثلا في أنقرة الآن بدأت هناك دائرة أو مديرية خاصة لمكافحة السرطان ولديها إحصائياتها الخاصة الدقيقة كما في كثير من دول العالم المتقدمة وبالتالي هذا الرقم الحقيقة إذا قارناه بكثير من دول العالم تحديدا دول العالم المتقدمة سوف نرى أنها جيدة ليس رقما كبيرا وليس رقما أيضا منخفضا ولكن بمقارنة أرقام العالم ربما وكأنه أقل من المعدل أو أقل من الحقيقة على الأقل يعني هنا ربما ينبغي علينا أن نشير إلى وجود بعض الدراسات وبعض الأحداث حقيقة حول العالم مثلا في فلسطين وتحديدا في جنوب فلسطين هناك ازدياد مخيف في هذه الحالات بعد الحروب تحديدا يزداد هذا المرض انتشارا في شرائح واسعة جدا من المجتمع دكتور محمود يعني كثير من الأطباء المختصين يشيرون إلى أن بعض مسببات هذا المرض الرئيسية هي قضايا التدخين قضايا السمنة المفرطة قضايا الضغوط النفسية الشديدة تدخل أيضا في أسباب الإصابة الرئيسية في هذا المرض أستاذ الكريم حدثنا عن الأسباب وعن العوامل المؤثرة فيه نعم العوامل التي تؤثر في السرطان كثيرة الحقيقة ربما أحد أهمها حتى الآن على مستوى العالم كله نتكلم عن حوالي 60 أو 70% من أمراض السرطان يتسبب فيها التدخين وأيضا التغذية غير السليمة سوف نرى ذلك على مستوى العالم كله وهذا إحصاء موجود يعني نتكلم عن 60 أو 70% نصفهم بسبب التدخين ونصفهم الآخر بسبب التغذية غير السليمة وغير الصحية أما الباقي نتكلم عن نسب أقل 5% 3% 10% مثلا منها الالتهابات أو العدوى الكحوليات مثلا أيضا بعض العادات الجنسية غير السليمة ربما سوف نرى كثير من العوامل الأخرى تحديدا في السنوات الأخيرة ورغم أن السمنة وغيرها من ضمن أيضا التغذية غير السليمة لكنها فرضت لوحدها بعامل مستقل ورأينا أن السمنة لوحدها أو زيادة في الوزن أيضا رأينا أنه حوالي 10% أيضا تسبب أمراض السرطان ولكن مرة أخرى السبب الأساسي التدخين وسوء التغذية وبالتالي رغم أن أيضا التوتر النفسي والعمل تحت الضغط أيضا لم يثبت ولكن بسبب الاضطرابات الهرمونية التي تسببها أيضا هو يساهم نعم يعني نتمنى حقيقة الشفاء لكل من أصيب بمثل هذا المرض ولا تنسوا أحبائنا الأكارم أعزائنا المشاهدين أن تدعوا حقيقة بالشفاء العاجل لمن أصيب به فهذا أقل الواجب ولكن دكتور محمود يعني الكشف المبكر عن هذا المرض يسهم في سرعة علاجه ما هي أهمية الكشف المبكر أستاذنا الكريم عنه؟ نعم بكل سرور طبعا نحن عندما نكافح السرطان لدينا عدة خطوات واضحة وثابتة وضرورية أولا يجب علينا أن نمر من فترة تعليمية تثقيفية معينة يجب أن تبدأ من فترة التعليم الابتدائي حتى نتنقي أنفسنا من السرطان مرحلة الوقاية ثم بعد ذلك أيضا الفحوصات الدورية لأن نتكلم مثلا عن هناك دائما نسبة خطورة معينة لبعض الأمراض في مناطق جغرافية في دولة معينة ثم بعدها الكشوفات والمسوحات هذه التي تقوم بها وزارة الصحة وبعد التشخيص مباشرة أيضا العلاج نتكلم مثلا في المسوحات مثلا أو نتكلم عن أمراض القولون أمراض الصدر مثلا سرطان الثدي وغيرها مثلا هذه أنواع من السرطانات مثبت فيها أن المسوحات أو الكشف المبكر مهم جدا بها لأنها لا تعطي أعراض باكرة جدا وبالتالي مثلا لدينا في
قسم الأورام مثلا نحن نطبق ذلك بشكل دوري. نعم. دكتور محمود اسمح لي هنا أنا أسألك حول قضية العلاج الكيميائي، العلاج النووي. هناك بدنا نسمع في ظل التكنولوجيا المتقدمة عن سلسلة من الاكتشافات ويعني حتى بعض العلاجات التي تسهم في علاج مرض السرطان، هل فعلا هذا العلاج مجدي؟ هل فعلا أنه يمس حالة المريض في مرض السرطان أم أنه فقط لمن يتم كشف المرض عنده مبكرا؟ في الحقيقة عندما يشخص المرض بعد أن تأخذ هناك عينة أو خزعة معينة منه ويكون هناك دراسة للأنسجة بعد أن يشخص هذا المرض، الخطوة الثانية السريعة هي كم مدى انتشار المرض في جسم الإنسان، وهذا الانتشار مهم جدا نصنفه إلى ثلاثة تصنيفات. أولا الحالات التي ممكن علاجها بالجراحة، الفترة الثانية المنتشر إلى بعيد، ثم هناك الصنف الثالث هو ما بين الانتقالية. هذه أحيانا يكون هناك حوالي 30% من المرضى هنا، وبالتالي نحن أولا بالعلاجات المصاحبة نصغر حجم الورم ثم بعد ذلك يقوم بالعملية الجراحية. وبالتالي العملية، نعم العملية الجراحية مهمة جدا، وبالتالي قرار إذا كان المريض يمكن أن يعالج بالجراحة وغيرها سوف نحتاج لكثير من البنية التحتية للتحليلات الإشعاعية والنووية وغيرها. وأيضا بعد العملية هناك أيضا احتمال أن يكون هناك انتكاس وعودة للمرض، وبالتالي أيضا هناك علاجات أيضا وقائية مثل ما ذكرتم دكتور نزار من علاجات كيميائية أو نووية وغيرها. خلال السنوات العشر الماضية نرى أنه إلى جانب العلاج الكيميائي أو معه أو لوحده سوف يكون هناك أيضا علاجات هادفة تستهدف جزيئات معينة وناجحة أكثر، وبالتالي هي تستهدف بعض التغييرات الجينية داخل كتلة الورم، وبالتالي تغير بنية البروتينات داخل هذا المرض. هذه هي العلاجات الخاصة جدا التي تحضر الآن مختلف بشكل خاص جدا وموجودة حتى في تركيا الآن مؤخرا. وبالتالي باختصار شديد جدا هناك علاجات كيميائية، تفضلوا علاجات كيميائية، وهناك أيضا الجزيئات الذكية، وأيضا العلاج الجراحي، وأيضا طبعا العلاج الإشعاعي. كلها هناك يجب أن ترتب وتصمم بطريقة مهمة جدا ضمن تعدد أيضا العلوم الطبية الموجودة لنفس الحالة. بكل تأكيد، ونحن نشكركم لدوركم، أنتم أصحاب الأيادي البيضاء وأصحاب القلوب الرحيمة من الأطباء الذين تداوون وتبلسمون الجراح. لكن أود أن أطرح عليك سؤالا أستاذنا الكريم فيما تبقى أمامي وأمامي دقيقتين فقط. البعد النفسي هنا للمرضى عند السرطان، كثير ممن يصابون بهذا المرض أستاذ الكريم يعني تدمر نفسيتهم، بماذا توصي هؤلاء المرضى أستاذ الكريم؟ الحقيقة أشكركم جدا دكتور نزار على هذا السؤال تحديدا. الحقيقة بعد أن يكون هناك تشخيص للسرطان ربما سنقول أن بعد المعرفة بالتشخيص الشخص الذي يشعر براحة نفسية سيكون نسبة علاجه أكثر وأعلى بكثير من الشخص المتوتر اليائس المحبط. حتى لو كانت نفس حالة المرض هي عند الطرفين نفسها سوف نرى الشخص الأول أفضل بكثير فرصه في العلاج، وبالتالي هنا نركز على الحالة النفسية وأهميتها. وبالتالي هنا إيمان الشخص، إيمان المريض، ثقته بالجراحة وبالدكتور، البيئة المصاحبة من عائلة وأصدقاء وغيرها مهمة جدا. أنا مكرر الشكر لك دكتور نزار على هذا السؤال، هذا أمر مهم جدا. بعد تشخيص هذا المرض يجب علينا أن نعطي المريض هذه الثقافة الثقة وأيضا المعلومات حتى نريحه. يجب عليه أن يصل لقناعة أنه يعالج بطريقة جيدة فيرتاح نفسيا، الحالة النفسية مهمة جدا في العلاج. بكل تأكيد، ونحن نشكرك جدا دكتور محمود إلهان أخصائي الأمراض الباطنية في مستشفى أوراسيا على تشريفك لنا وعلى هذه المعلومات. وحبانا الأكارم نذكركم بالحديث النبوي، تداوى وعباد الله لا تضو، لابد لمن عرف أن الله ابتلاه بهذا المرض أن يتداوى وأن يبادر إلى التداوي، فإن المر حين يفيد حلو كما قال الشاعر، فإن المر حين يفيد حلو وإن الحلو حين يضر مر، فخذ مرا تصادف منه نفعا ولا تركن إلى حلو يضر، حتى وإن كان العلاج مؤلما أو قاسيا، ولكن بادروا إلى ذلك حتى لا تضعف أجسادكم، فقوتكم قوة أمتكم. بكل المحبة نشكرك أستاذنا الكريم على تشريفك لنا في استديوهات الألوان السبعة، وندعوك مع مشاهدينا الأكارم إلى قراءة كاريكاتورية مع ديميران كاديولو.